زي ما احنا عارفين في مصر في عدد من المحافظات اللي بتتميز بالحرف اليدوية، تحديدا منها محافظة الفيوم وبالتحديد قرية تونس هناك، لأنها قرية معروفة بصناعة الخزف. تم انطلاق مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية، وده بعد توقف دام لعدد من السنوات يا جمالة بسبب جائحة كورونا. صحيح، يمكن كمان قرية تونس الحقيقة من أحلى الأماكن اللي ممكن حد يزورها. كمان لو هنتكلم عن المهرجان ده ومشاركة الكبيرة اللي كانت في المهرجان، الحقيقة كمان مهمة جدا، لأنه في عدد كبير من العارضين بمشغولاتهم الخزفية والفخارية واليدوية، وكمان عمل نحت ورسومات بتعكس هوية القرية، ده غير أعمال الجريد والسعف ومشغولات النسيج اليدوي. النهارده بنقول ان الفيوم فيها سياحه اثريه، فيها سياحه بيئيه، فيها ثقافيه، فيها ترفيهيه، وفيها كمان اللي احنا النهارده بصدده مهرجان قريه تونس للحرف والصناعات اليدويه والخزف. ودي احد الحاجات اللي الحقيقه الناس سواء مصريين او اجانب او عرب يهتموا ان هم يجوا يشوفوها، ازاي قرية بسيطة جدا جدا من الريف المصري تطور الصناعة اللي فيها وأصبحت صناعات يدوية متميزة. كل بيت مصري بيحب ان هو يبقى عنده طقم شاي، عنده هذه الخزف، المنتجات الخزفية، وبالتالي كمان السائحين بيحبوا جدا ان هم يشوفوا ويقتنوا مثل هذه الخزفيات ويبقى راجع معاه سوفونير جميل من هذا المكان اللطيف. احنا النهارده في المهرجان النسخة رقم 10 لمهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية، وده بنحاول ان احنا نجيب كل المنتجات الحرفيه اللي بتشتهر بها محافظه الفيوم كنوع من انواع الترويج والتنشيط السياحي للمحافظه. يعني المنتجات الحرف اليدويه والتراثيه دي تعتبر نوع مهم جدا من الترويج والتنشيط للمحافظه. واحنا النهارده بناء على توجيهات معالي المحافظ ومعالي النائب جبنا محافظات تانية مشتركه معانا زي بني سويف واسوان والمنيا، اشتركوا معانا في الباكيات وجمعنا أكثر من 40 باكية، حوالي 40 باكية ب 42 عارض لعرض أهم المنتجات الحرف اليدوية اللي تشتهر بها محافظة الفيوم. إحنا مركزين دايماً على الهوية المصرية في أعمالنا. النحت بتاعنا دايماً يكون يا إما فرعوني يا إما نوبي أو الحاجات من الفلوكاليا المصرية الريفية. يعني على سبيل المثال معنا حد بيشرب من إناء خزف، حاجات زي كده. دايما مركزين على الكلام ده، او الاعمال اللي بنجسد فيها فكره، بتبقى اغلبيه اعمال اللي بنجسد فيها الفكره بتكون على الرخام والجرانيت، زي مثلا بعض الاعمال بنت حابي، بنت النيل، السلطان، الشخصيه السلطويه الدكتوريه. احنا النهارده في مهرجان تونس مشاركين بكل الاعمال ديت، معانا برضو الشباب بيشتغلوا اركيت على الخشب، طبعا هاند ميد، كل شغلنا هاند ميد. اشتركت في معارض كتير، اتكرمت من مؤسسات كتيرة، أقربها كان مؤسسة رئاسة الجمهورية في معرض تراثنا 2020، وخدت جايزة أحسن عارض في المهرجان بتاع تراثنا، والحمد لله استدعوني طبعا صندوق تنمية المشروعات في قرية تونس، عملت فيها أكتر من مرة. وطبعا اول مره انزل قريه تونس استهوتني فحبيت قريه تونس، فبقيت مشترك في المعارض السنويه في قريه تونس على طول. بنشتغل انواع كتيره، بنشتغل فبران وبنشتغل حرير وبنشتغل فسكوز، ومعانا رسمه وبنمشي عليها، وجايين هنا النهارده المهرجان عشان خاطر نعرض شغلنا. بعمل المشغولات اليدويه بتاعتي دي عباره عن مشغولات خيش دمجها مع الكروشيه ومع الصوف كمان، وعامله مشغولات كمان شنط كروشيه دمجها مع شرايط الستان. بدمج دايما، عامله مشغولات ان انا بحاول دايما ادمج الحاجات مع بعضيها، وبدمج كمان الخوص مع الكروشيه، فعامله بحاول ادخل المنتجات كلها مع بعضيها بحيث ان احنا ندي ستايل جديد للمنتج، شكل جديد ويناسب كمان التصميم والعصر والموضه. انا مبسوطه النهارده ان انا بشارك في مهرجان تونس، شاركت قبل كده في معرض ديارنا وبعمل شغل خرز وشغل خيش، حاجات عادي التدوير برضو بستغلها وبعيد تدويرها تاني بالخيش، وفازات مثلا ديكور والحاجات دي كلها.
يعني زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير، كمان من الحاجات اللي بتساعدنا الحقيقة جدا ان احنا نشوف مرة تانية كل يعني المشغولات والصناعات الحرفية واليدوية رجعت صحيح. تاني بالشكل ده وبالجودة دي، لأنها حاجة يعني من أهم الحقيقة العوامل أو من أهم الأشياء اللي بتبرز الهوية المصرية بشكل كبير، بتميزنا كمان يعني فكرة طبعا. الهوية بتاعتنا، وإن أنت ترجعي الصناعة من الصناعات اللي بدأت اللي هي تنقرض، فأعتقد دي حاجة من الحاجات المختلفة والحاجات اللي بتميزنا إحنا كمصريين تحديدا، ترجع تاني بقوة الحقيقة.